نحو 130 بين قتيل وجريح هي حصيلة لهجومين منفصلين نفذه مسلحون انتحاريون هاجموا سيطرة فدك عبر سيارة مفخخة وأحد المطاعم الخارجية غرب مدينة الناصرية، إذ ترجل المسلحون إلى المطعم وفتحوا النار على المسافرين الذين كان من ضمنهم زوار إيرانيون وقتلوا عددا منهم بدب بارد قبل أن يشتبكوا مع مفرزة أمنية تمكنت من قتل اثنين منهم ولذ آخرون بالفرار. خالتي قدامي قدام عيني راجع مفدوع، خالتي عيني خالتي قدام عيني هسه خمسة ندري بيهم والباجين هناك ماتوا ما ندري بيهم، بس احنا طلعنا انا واختي وهاي مرت ابني طلعنا شردنا هيجي على السعر رحنا شردنا ابني اللي قاعد بعيد بالكوستر بس بيه رفه شويه بيننا وبين البيكن سيارتين، احنا السياره الثالثه على ما تم الشرطه انفجرت البيكن، وانا وين يا سبحان الله حكوا حفره وقعت بيها عبالي متت، يجي وراي يركض هو ارهابي انا بيده عبالة مثل عبالة من طرقاتها مو عبالة من صانة بالفجارة تحورت. وتبدو الرواية الرسمية مختلفة عما يتحدث عنه الأهالي، إذ يشير قائد شرطة ذي قار إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت أمر المفخخة في سيطرة فدك ما اضطرهم لتفجير إحدى السيارتين فيما نفذت الأخرى جنوبا باتجاه مدينة الناصرية، واستطاعت دخول أحد المطاعم وقتل عدد من المسافرين، ثم تمكنت قوة أمنية تفجير السيارة وقتل اثنين من المهاجمين. تم إيقاف سيارة مفخخة، وعندما كان هنالك تفتيش دقيق لهذه السيارة قام الإرهابي بتفجيرها في داخل السيطرة، وقيام قسم من الجزء الآخر بالعمل المزدوج بالهجوم على السيطرة وعلى المواطنين العزل. السيارة الثانية المعلومات الأولية والتحليل اللي موجود حاليا هم استغلوا هالتواجد نفذوا من خلال التفجير، كانت استهدفوا احد المطاعم المدنيه اللي موجوده كان هناك الموجود. وتقول قياده شرطه ذي قار ان معلومات اوليه تشير الى اعتقال عدد من المشتبه بهم يرجح ان يكونوا من عناصر الخليه الارهابيه الهاربين بعد اشتباكهم بعناصر الامن على الطريق الدولي. المعلومات اللي عندنا اكو جرحى بالسماوه حاليا تم التحفظ عليهم، قد يكون هم جنود ارهابيين حاليا، والقينا القبض على مجموعه من المدنيين واحد المسلحين حاليا تحت التحفظ متحفظين عليه، وقد يكون أحد الناس مسلحين. هذه الصور كفيلة بنقل مأساوية الانفجار والأضرار البشرية والمادية التي سببها. هياكل الحديد لم تصمد أمام قوته، فكيف بالإنسان من أمام سيطرة فدك على طريق الدول الرابط بين الناصرية وبغداد؟ أحمد السعيدي، الحرة.